رحنا في المركز الأولمبي وعندنا معسكر إعداد مع المنتخب القومي. أنا طبعا يعني بجهز لبطولة الرواد، بطولة العالم للرواد، ودي هتتعمل في اليونان. الرواد دي اللي هو بتبقى فوق السن 40 سنة، وبجهز طبعا مع الأولمبي كيشو حبيبي ومعسكر، ولسه راجع من بطولة العالم، وإن شاء الله هيتأهل في أفريقيا الجاية بإذن الله ويعمل لنا ميدالية أولمبية جديدة إن شاء الله. وش فوق أنا بحب كابون جابون. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much.